شاء الله للتبادل العلمي بين مختلف الجامعات. تحتها راح يكون يوم 11. إذن بمناسبة الاحتفال بيوم العلم حضرت جامعة العربي بن مهيدي عدة نشاطات، منها نشاط هو عبارة عن مسابقة في تجويد القرآن، ومسابقة في تكوين مؤسسات كيسميوه كونكور ستارت اب، مسابقة بالدكتوراه وكونكور دكتوريال، ودرنا ان كونكور تاع لا ديكتي تاع الاملاء، وكونكور تاع الشعر، واذا ودرنا ثاني يوم ثقافي للطلبه الاجانب.